بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي، إن شاء الله النهاردة هنحل ونشرح مع بعض الدرس الثاني من الوحدة الأولى. قبل طبعا ما نبدأ، ما تنسوش الاشتراك بالقناة ودعمها بلايك وشير وتفعيل الجرس لكي يصلكم بإذن الله كل جديد. هنبدأ دلوقتي بشرح الدرس رقم 2 بعنوان بريزونتي اي ايدونتيفيي سي كوبان، يعني يقدم ويعرف أصدقائه. في عندنا هنا صورة لشخصين تحتها أم أبروند. نتعلم في هذا الدرس أدوات النكرة، تأنيث الأسماء، أساليب التقديم، كلمات وتعبيرات التحية، كلمات وتعبيرات الاستئذان بالانصراف، الاستفهام بمن وكيف. هنبدأ دلوقتي بفوكابولير ونبدأ بالأسماء المذكرة، اسمها نوم ماسكولان. أول حاجة أن كوبان دو باسكت، أن كوبان دو باسكت يعني رفيق رياضة كرة السلة، يعني معنى كده إن الشخصين الاتنين بيلعبوا سلة. أن كوبان دو فوتبول اللي هي اختصارها فوت، رفيق رياضة كرة القدم. أن كوبان دو تنس، رفيق رياضة التنس. أن كوبان دو جودو، زميل في رياضة الجودو. أن كوبان دو لا جيم، زميل في رياضة الرياضة البدنية اللي هي الجمباز. أن فوازان دو كارتيير، جاري في الحي. أن فوازان دو كارتيير. أن كاميراد دو كلاس، أن كاميراد دو كلاس، زميل الفصل. أبلا أن كوليج، أن كوليج زميل أو عمل، زميل عمل، زميل في الشغل يعني. أن سيبر كوبان، صديق على النت. أن سيبر كافي، سيبر كافي مقهى النت. لومتان، لومتان في الصباح. ليسوار، ليسوار في المساء. ليتاد دو سانتي، ليتاد دو سانتي الحالة الصحية. أن شا، أن شا يعني القط. النوم في بنان، الأسماء المؤنثة بتبقى طبعا مسبوقة بإن. إن كوبين دو باسكت يعني زميلة في السلة. إن كاميرات دو كلاس زميلة الفصل. إن سيبر كوبين صديقة النت. إن كوليج زميلة العمل. إن بيرسون شخص، كلمة دي على الدوام مفرد مؤنث. إن إيكول، إن إيكول مدرسة. إن ميزون منزل. لا جيمناستيك اللي هي الرياضة البدنية أو الجمباز اختصارها لا جيم. إن ساليوتاسيون، إن ساليوتاسيون تحية. دي نوفيل، دي نوفيل أخبار أو أحوال. بنيجي على لي فيرب، إيدونتيفيي يعني يحدد هوية شخص أو شيء ما. ديموندي يسأل أو يطلب. مونتري يشير إلى. ساليي يحيي. بريزونتي يقدم. أبورتي يحضر شيء. ريبوندر يجيب على سؤال أو يرد على التليفون. دير فيرب يقول. طبعا الفعلين دول مجموعة اسمها مجموعة ثالثة، هنتكلم عليها فيما بعد. بعد كده في صفات وظروف وحروف جر وتعبيرات. عندنا المصطلح سي بمعنى إنه أو إنها. سيسون إنهم، دي الجمع بتاع اللي فوقها، سيسون إنهم. فير لا كونيسانس دو، فير لا كونيسانس دو يتعرف على. أدومان إلى الغد. موا أوسي أنا أيضا. إنسومبل يعني معا. أديو وداعا. بوف ده صوت انفعالي للزهق أو الضيق. انشانتي، انشانتي يعني تشرفنا. بيانفينو مرحبا، بيانفينو مرحبا. ميرسي، ميرسي. باردون، باردون. سوبر بيان، سوبر بيان رائع جدا. فواسي ها هو او ها هي للقريب. تولموند، تولموند يعني الكل او كل الناس. بروندر كونجيدو، بروندر كونجيدو يعني يستأذن بالانصراف من. بنبدا دلوقتي هناخد حاجه جديده اسمها ليزر تيكل انديفيني، وخدنا فكره عنها في الفيديو الاولاني. ادوات النكره، قلنا في كل لغه في نكره وفي معرفه. يعني ايه ادوات نكره؟ يعني الاداه اللي هتيجي قبل الاسم هي ان او ان او دي، دول اسمهم ادوات الايه النكره. ومعنى كده ان ان تاتي قبل الاسم المفرد المذكر، زي ان كوبان زميل، ان شاقت. إن أداة نكرة تأتي قبل اسم مفرد مؤنث، إنامي صديقة، إن فيل مدينة. دي هنا أداة نكرة تأتي قبل الاسم الجمع بنوعين، دي كوبان أو دي فيل،
يبقى إذن الأدوات دي لما بتأتي قبل الاسم، الاسم ده منكر يعني غير معلوم. طب إيه فائدتهم؟ هي محددات توضع قبل الاسم العاقل أو غير العاقل لتحديد نوعه. يعني إيه نوعه؟ يعني هل هو مذكر ولا مؤنث؟ وعدده هل هو مفرد ولا جمع؟ يبقى إن للمذكر، إن للمؤنث، د للجمع بنوعين. لاحظ لا منحذفش حرف الإي من أداة النكرة إن إذا جاء بعدها اسم بادئ بحرف متحرك زي إن إيكول أو إن أمين. انتبه، الاسم المذكر في اللغة الفرنسية ليس بالضرورة أن يكون مذكر في العربي، والعكس صحيح. ولذلك لابد من حفظ كل كلمة بالأداة أن أو إن علشان نعرف الاسم ده هل هو مذكر ولا مؤنث. زي أن كاير، كراسة في العربي مؤنث لكن فرنسي مذكر. أن تابلو، صبورة أو لوحة، طبعا في العربي مؤنث لكن فرنسي مذكر. كذلك إن كولير، لون، دي كلمة مؤنثة. إن كلاس، فصل. وفي طبعا كلمات كتير هنتعرض ليها. اتنين، بعض الأسماء اللي تنتهي بإي بتستخدم للمذكر والمؤنث دون تغيير، ولذلك تحدد أداة النكرة التي تسبقها. يعني إيه؟ يعني في مثلا كلمة زي إليف، تمشي، تلميذ وتلميذة. كاميرات، زميل، زميلة. جون، شاب أو شابة. كوليج، زميل بالعمل أو زميلة. طيب هنا يمشوا للاثنين. طب أنا أعرف مذكر ومؤنث إزاي؟ لما أجيب قبل الاسم أن أعرف إن الاسم ده كله مذكر، لو قبله إن يبقى كل الأسماء دي كلها إيه؟ مؤنثة. يعني ما أقول أن إليف تبقى تلميذ، إن إليف تبقى تلميذة، أن كاميرات زميل، إن كاميرات زميلة، أن جون شاب، إن جون شابة، أن كوليج زميل بالعمل، إن كوليج زميلة بالعمل. سيتان إليف، سيتان إليف، إنه تلميذ، إلصابيل جون، اسمه جون. سيتين إليف، إنها تلميذة، إلصابيل مارتين. يبقى هنا إليف، هنا إليف وإليف، إليف الأولى مذكر علشان هنا باقي الجملة بيتكلم على جون مذكر، وهنا مارتين مؤنث، إذن إليف مؤنث. تمرين على أدوات النكرة آن، إن، دي. اتفقنا أن آن قبل المذكر، إن قبل المفرد المؤنث، دي قبل الاسم الإيه؟ الجمع. عندنا رقم واحد، ميزون، ميزون يعني منزل، إن ميزون، بنحفظ الاسم بالأداة. هنا إن في يعني بنت، آن جارسون يعني ولد، دي سيبر كوبين، زميلات على النت، دي بوازان، جيران، آن سيبر كافيه، سيبر كافيه اللي هو مقهى النت، دي كوليج، دي كوليج يعني زملاء، ان بير، ان سير، ان امي، طبعا بير يعني اب، ان سير يعني اخت، ان امي صديقه، ان تابلو يعني سبوره او لوحه، ان سيبر كوبان زميل على النت، ديزي ليف يعني تلاميذ. هنا هتبقى ان، خلي بالنا ان دي مؤنثه، ان فيش يعني استماره، ان فيش، ان ليسي يعني ان ليسين طالب في الثانوي، ان كوبين زميله، ان بوازان جاري، دي كاميرات زملاء. برضو جايب لي تمرين على ادوات النكره زي ما احنا قلنا. سي بيير، انه بيير، كاميرات دوكلاس، طبعا كلام عايد على بيير يبقى ان كاميرات دوكلاس. انطوان، سي سيبر كوبان، يبقى سي تان لان سيبر كوبان مفرد مذكر. فواسي، نقط أمي، هنا أمي جامع يبقى خدنا دي، يبقى فواسي دي زاميد وليسي، ها هم أصدقاء في المدرسة، سي سون نيكولا إي تيو. سي مارتين، إنها مارتين، ده اسم بنت، يبقى إن كاميرات دوكلاس، زميلتي في الفصل. فواسي دوز أمي، ها هم صديقتين، ماتيلد إي كامي، سي سون دي كوبين دو باسكت، إنهم زملاء في السلة، زميلات. فواسي ميسيو جون، مسيو جون مذكر يبقى ان بروفيسور دو فرانسي، وكلمه بروفيسور مفرد مذكر تاخد قبلها ايه؟ ان. فوازي ماري، هي ماري، فوازين دو كارتيير، يبقى ان فوازين جاره في الحي. سي امي دو ليسي، امي مفرد مذكر تاخد قبلها ايه؟ ان. إلصابيل جان. جيتي بريزونت ماتيلد، اقدم لك ماتيلد. سيتين كوبين دو كلاس، زميله في الفصل. تيو سيتان فوازان، انه جاري. بنبدأ دلوقتي حاجة اسمها لوفي بنان دي نوم، تأنيث الاسم. عندنا تأنيث الاسم سهل جدا، أي اسم مذكر يا جماعة عشان أخليه مؤنث بزود له حرف الايه؟ الاي، مع ملاحظة طبعا تغيير الأداة. يعني عندنا ان امي صديق، اما اجي انسها بانس ان تبقى ان، وامي ازود لها ايه؟ اي، يبقى ان امي. ان فوازان جاري،
هنا إين بوازين جارتي، أنا أنست الأداء وزودت بوازين بوازان إي اللي هي دي. أم بروفيسير مدرس، يبقى إين بروفيسير مدرسة. طيب ده يبقى القاعدة العامة، عشان أخلي الاسم المذكر مؤنث بزود له حرف الإي في الآخر. اثنين، الأسماء التي تنتهي بحرف الإي في المذكر عند التأنيث لا يضاف إليها شيء، ويعرف المذكر بالمؤنث من الأداء، زي آن كمراد زميل، إن كمراد زميلة. بلاحظ إن الاسم زي ما هو بس الأداء هي اللي اتغيرت. أن إليف تلميذ، إن إليف تلميذة. أن كوليج، إن كوليج زميلة. غيرنا الأدوات بس زي ما احنا شايفين. في أسماء شاذة عند التأنيث زي آن كوبان اللي هو زميل، المؤنث بتاعه إن كوبين زميلة، بنلاحظ التغيير طبعا. آن سيبر كوبان يبقى إن سيبر كوبين. أربعة، أسماء تتغير كليا عند التأنيث، آن جارسون يعني ولد، المؤنث بتاعه إن في بنت، آن بير أب، مؤنثة إن مير الأم، أمبرير أخ، مؤنث وين إيه؟ إن سير. وفي طبعا كلمات كتيرة نعرض لها في المنهج بإذن الله. في عندي تمرين على فيمينان أو ماسكولان كلاس، يعني رتب دون لو تابلو في الجدول الآتي الكلمات الآتية: كلمة أمي، بروفيسير، كاميرات، كوبين، بوازان، كوبان، إليف، كوليج، جارسون، في، سير. الأسماء دي كلها في أسماء مذكرة، في أسماء مؤنثة، في أسماء تمشي مذكر ومؤنث. خلي بالنا من الجدول. هنا ماسكولان يعني أسماء مذكرة بتبقى مسبوقة بآن. هنا في منان أسماء مؤنثة مسبوقة بإن. ماسكولان إي في منان يعني في أسماء تمشي مذكر ومؤنث. في الحالة دي ممكن نسبوقها بآن أو إن حسب بقية الجملة. يعني عندنا هنا أول واحدة آمي، طبعا دي صديقة، يبقى بتيجي في المربع الثاني. بروفيسير مدرس، المربع الأولاني لأن ده مفرد مذكر. كاميرات تمشي مع الاثنين اذا تحط في العمود الاخير. كوبين زميلة، دي طبعا في المؤنث. بوازان اسم مفرد مذكر حط مع الايه الجدول الاول. كوبان برضو نفس الكلام، زميل اسم مفرد مذكر حط في الجدول الاول. إليف تمشي مذكر ومؤنث حطناها في الجدول الاخير. كوليك تمشي مذكر ومؤنث حطناها في الجدول الاخير. جارسون يعني ولد، دي في الجدول الاولاني. في دي في الجدول الثاني لان دي بنت. كلمة سير برضو في الجدول الايه التاني. بنبدأ دلوقتي كومبليت سيفراز افيك ليو فيمينان دي نوم، اكمل الجمل بتأنيث الاسماء. عندنا واحد برنارد اي تانجرسون، برنارد ده ولد. طب هنا ميلاني ايه، عايز هنا تأنيث انجرسون هتبقى ان في. فيكتور سي تان بير انه اب، يبقى فيكتوار سي تين مير انها ام، يبقى المؤنث بتاع بير مير. لوك ايتان فوازان، لوك ده جار، زوي ايتين فوازين جارة. هنا باستيان سيتان بروفيسير، هنا لولا سيتين بروفيسير انها مدرسة، يبقى مدرس اللي هي بروفيسير المؤنث بينها زود لها الاي. الين اي تان كاميرات، كلمة كاميرات ماتين مارتين ايتين كاميرات، بنلاحظ ان كاميرات زي ما هي بس غيرنا الاداة فقط. بيير ايتان كوبان، هنا ماريون ايتين كوبين زميلة. فرانسوا سيتان إليف إنه تلميذ، ليا سيتين إليف تلميذة بتغيير الأداة بس. لويس ايتان أمي، لوسي ايتين أمي صديقة. روبرت ايتان سيبر كوبان، الإليز ايتين سيبر كوبين زميلة على النت. هنا بقى في حاجة اسمها لبريزونتاسيون، أساليب التقديم. يمكن تقديم الأشخاص باستخدام عدة طرق. اول حاجه بسو زائد فيرب اتر. ايه فيرب اتر ده؟ اللي هو فيرب يكون، زي فيرب تو بي بالانجليزي. فيرب يكون ده من اهم افعال الفرنساوي، تصريفه كالاتي. طبعا ده فعل مجموعه ثالثه خلاص، فانا بقول جي سوي، جي سوي انا اكون، تي ايه انت تكون او انت، ايلي ايلي هو او هي تكون، نو سوم نحن نكون، فو زيت هم او انتم تكونوا، إلسون إلسون هم أو هن يكن. طيب عندنا سو زائد فيرب إتر بتتحول طبعا إلى سي أبوستروف إي إس تي بمعنى إنه أو إنها. يأتي بعد سي اسم مفرد بنوعين زي سي جون، إنه جون، سي تان كوبان دو تنس، إنه زميل تنس. سي زوي، إنها زوي، إذن هنا مذكر أو مؤنث. سي تين فوازين دو كارتير، إنها زميلة في الحي.
أو إنها جارتي في الحي. عندنا دلوقتي يمكن استخدام سي يا جماعة أمام اسم جمع بس في اللغة العامية، اللغة الدارجة يعني، زي سي دي كوبان، إنهم أصدقاء. في عندي الجمع بتاع سيسون هي إيه؟ سي يا جماعة سيسون، بمعنى إنهم، ويأتي بعدها جمع بنوعين، سيسون سامي إيه سمير، سيسون دي كوبان دو كلاس، إنهم زملاء الفصل. كلمة فواسي، فواسي يعني ها هو وهي للقريب. فواسي يأتي بعدها اسم ممكن يكون مفرد ممكن يكون إيه جمع. فواسي إن كوبين دو تنس، هي زميلة التنس اسمها سيلين. فواسي دي كوبين دو كلاس، ها هم زملاء الفصل سيلين إيه ماري. إذا فواسي بيأتي بعدها مفرد وممكن يأتي بعدها إيه جمع. فيرب صابلي اللي احنا خدناه في الفيديو اللي فات بمعنى يدعى أو يسمى. هنا فيرب صابلي، اما اجي اقول هو يبقى ايه الصابل؟ جان. ان كامراد دو كلاس، زميل الفصل. هنا ممكن ايه الصابل؟ جون اي مارتان، اسمهم جون ومارتان دي كوبان دو لا جيم، اصدقاء في الجيم، في اللي هي دو لا جيم اللي هي الجمباز يعني. فيرب بريزونتي يعني يقدم، بعد بريزونتي شخص. جي تي بريزونتي جمال، اقدم لك يا جمال. ان كوبان دو كلاس، زميل الفصل. جي فو بريزونت ندى، اقدم لكم ندى. ان فوازين دو كارتيير، جارتي في الحي. يصرف فيرب بريزونتي مع الضمير، مع ضمير الفعل جي، وليس مع الضمائر تي وفو لانهم ضمائر الفعل. يعني ايه؟ يعني الفعل جي هنا بيبقى الفعل المتصرف معاه، لكن فو وتي دول ضمائر مفعول، ما يتصرفش بعدهم ايه افعال. ملحوظة، عند تقديم شخص ما يمكن أن نضيف اسم الرياضة اللي هو أو المكان إلى الاسم للدلالة على الاشتراك بنفس اللعبة أو الانتساب إلى نفس المكان. يعني أنكو باندو جودو، يعني زميلي في لعبة الجودو، يعني إحنا الاثنين بنمارس الرياضة دي. إن كامراد دو كلاس، زميلتي في الإيه في الفصل. سؤال بقى، شوازي لابون ريبونس. رقم واحد، نقط صوفي إيه نيكولا. صوفي اي نيكولا، هناخد ايه؟ ايه الصابيل؟ طبعا ده مفرد ما ينفعش. ايه الصابيل؟ هناخد دي، يعني هم اسمهم ليه؟ لان نيكولا مذكر، هم اسمهم صوفي ونيكولا. اما ايلي للمفرد، إلسون لجمع المؤنث. اتنين، مارتين، هنا ايلي مارتين ما تنفعش، سيسون للجمع، فواسي اخد فواسي. تلاتة، نقط سيلين، سيتين كوبين دو تنس، اقول ايه؟ فواسي، ها هي سيلين زميلتي في الايه التنس. ينفعش سو ولا ايه اللي عايزه فعل بعدها موا، ما تنفعش. أربعة، دي كوبين دو كلاس، زميلات في الفصل. يا ترى ايلي ولا إلسون؟ طبعا دي لجمع المذكر ودي للمفرد. ال صابيل طبعا ما ينفعش، عايزه بعدها اسماء، يبقى فواسي، ها هم. خمسة، ان كوبان دو فوتبول، سي تانكو باند فوتبول، إل صابيل عايزة فعل، سيسون عايزة اسم جمع، إلي هي تكون، لا يبقى سي الأولى. ستة، دي فوازين دو كارتيير، فوازين جارات، إل صابيل ما ينفعش، عايزة اسمين بعدهم، سيسون إل سي بريزونت، هم يقدموا نفسهم، إل سون دي جمع إيه؟ مذكر ما ينفعش، يبقى ناخد سيسون، إنهم جاراتي في الحي. سبعة، كلود أنكو باند لا جيم، إل صابيل ما ينفعش، عايزة إيه؟ اسم جمع. إلي عايزة مفرد مؤنث، سيسون إنهم، جيفو بريزونت، أنا أقدم لكم كلود أنكو باندو لاجيم. تمانية، مدام لورا، يبقى صا ما تمشيش، سي تمشي، يبقى ناخد كده سي مدام لورا، سيسون ما تمشيش، إل عايزة فعل بعدها. بعد كده كلمات التحية، ليمو et les expressions de salutation، كلمات وتعبيرات للتحية. عندنا أول حاجة saluer، ده فيرب يحيي. في عندي bonjour bonsoir salut، كلمة bonjour صباح الخير. مثال bonjour tout le monde، صباح الخير كل الناس، دي طبعا تحية الصباح bonjour، والرد عليها برضو بنفس الكلام bonjour. bonsoir مساء الخير، هنا bonsoir tout le monde، مساء الخير كل الناس. صلي بمعنى أهلا أو مرحبا، وتقال في أي وقت من أوقات اليوم، صلي الموند، أهلا بكل الناس. صلي تستخدم للتحية بين الأصدقاء عند اللقاء وليس لها وقت محدد، صباح أو مساء، في أي وقت.
عند تحية شخص ما يمكن استخدام الألقاب الآتية: مسيو يعني يا سيدي، مدام يعني سيدة، مادموازيل آنسة. بقول بونجور مدام، صباح الخير مدام، بونجور مسيو صباح الخير سيدي، بونجور مادموازيل صباح الخير يا آنسة. بالنسبة للاستفهام ديماندي دي نوفيل، السؤال عن الحال أو الصحة. لنا كذا طريقة، ممكن أقول للواحد كومون سافا يعني كيف حالك عامل إيه، كومون فاتي كيف حالك برضو، كومون تاليفو كيف حال حضرتك، ده للشخص الكبير أو للجامعة. سافا هل أنت بخير، تي فابيان هل أنت بخير، فوزا ليبيان هل حضرتك بخير، كل دول أسئلة عن الحال. الرد على السؤال على الحال، الرد على الجزئية دي كلها، ممكن أقول سافا بيان، يعني لو حد قال لي كومون سافا أقول له سافا بيان، سافا سوبر بيان يعني أنا بصحة جيدة، تري بيان على ما يرام، سافا بيان ميرسي بخير شكرا، إيتوا وأنت، كوم سي كوم سا ماشي الحال، سافا مال لست بخير، با تري بيان لست على ما يرام، جيني في با بيان أنا لست بصحة جيدة، بوف دي علامة على الزهق والضيق. كلمات وتعبيرات الاستئذان بالانصراف: أبلوس كلمة أبلوس يعني إلى اللقاء، أديو وداعا، أبيانتو إلى لقاء قريب، أدومان إلى الغد، أتو دي سويت أراك قريبا، أتو تالير أتو تالير أراك فيما بعد، أوريفوار إلى اللقاء، سالي سلام، تشاو إلى اللقاء تنطق تشاو لأن كلمة إيطالي، بون جورني بون جورني نهارك سعيد، بون سواري سهرة سعيدة، بون سواري بون نوي يعني ليلة طابت ليلتك أو تصبح على خير. انتبه، كلمة سالي وكلمة تشاو وكلمة أبلوز استخدم بين الأصدقاء أو الأشخاص المقربين فقط وليس لوقت محدد صباحا أو مساء. بنيجي على الاستفهام، في عندنا أول أداة كي، كلمة كي دي بمعنى من للعاقل ولها ثلاث أشكال، للسؤال عن هوية شخص عايز أقول مين ده يعني أو مجموعة أشخاص بقول إيه، كي سي من هذا أو من هذه، كي يس سي كي هي نفس السؤال بس هنا كي جت في الأول وهنا سي، هنا كي جت في الأول وقدمت فيرب إتر على سي وهنا سي كي جبت الأداة في الآخر، كلهم معناهم واحد، الإجابة عليهم سي زائد عاقل. ما أقول كي سي أقول سي ندى، كي يس سي صون علي إيه أحمد يعني مين دول، سي كي برضو أقول نفس الكلام. الأداة الثانية كومون، هنا كومون بتسأل على الحالة أو الصحة، خدناها في الدرس الأول كانت بتسأل على الاسم، هنا بتقول على الصحة أو الحالة، ما أقول لواحد كيف حالك كومون صفا، الإجابة صفا بيان بخير، كومون فاتي كيف حالك جي في بيان ميرسي، كومون طاليفو كيف حال حضرتك جي في بيان ميرسي بخير شكرا، ما أقول لواحد صفا هل أنت بخير، الإجابة وي صفا بيان نعم بخير. تستخدم كلمة السؤال كومون للسؤال عن الاسم أيضا ودي خدناها في الدرس الأول، كومون تيتابيل جومابيل مارك. في تمرين على أدوات الاستفهام، رقم واحد تيتابيل، طالما فيرب صابلي على طول باخد كومون، يبقى كومون تيتابيل اسمك إيه جومابيل أليكس. رقم اتنين إيس هنا إيس سيتان بوازان يبقى كي، يبقى كي يس كي يس من هذا إنه جاري. تلاتة صابيل توم بروفيسير دو فرانسي، الإجابة مسيو برنارد يبقى كومون، قلنا فيرب صابلي على طول أداة بتاعته كومون. أربعة سي نقط سي تان سي باركوبان يبقى سي كي من ده، تي طابيل قلنا فيرب صابلي مع كومون على طول تي طابيل كومون الإجابة مارتين. ستة أليفو جي في بيان يبقى كومون تاليفو كيف حال حضرتك. سبعة فاتي يبقى كومون فاتي كيف حالك، الإجابة جي في بيان ميرسي. رقم ثمانية سافا كومون سافا كيف حالك، سافا سوبر بيان. رقم تسعة سي فواسي لورا، ها هي لورا يبقى كي سي من هذه أو من دي. عشرة إل صابيل فيرب صابيلي مع كومون على طول يبقى كومون إل صابيل إجابة ريم. بنيجي على صفحة التواصل لتحية الأشخاص، بور ساليو إن بيرسون أقول له بونجور تيو صفا صباح الخير تيو هل أنت بخير، الإجابة صفا سوبر بيان ميرسي يعني كويس جدا شكرا. بور بروندر كونجي دين بيرسون للاستئذان بالانصراف بين احد الاشخاص، اقول له صالي سلام هيقول لي صالي وممكن يقول لي تشاو. بور ديماندي ايدونتيفي ان بيرسون لتقديم شخص ما والتعريف به، كي سي من ده،
الإجابة أو من هذه؟ سي سيسيل، إنها سيسيل إنكوبين دو كلاب، زميلة النادي. هنا بور سيمكورمي سيغ لينوفيل دان كوبان، الاستعلام عن أخبار صديق. أقول له كومون فاتي، كيف حالك؟ الإجابة باتري بيان، لست على ما يرام. نيجي بعد كده في مجموعة من المواقف محلولة. رقم واحد، تي صالي تون كوبان لومتان، تحيي زميل في الصباح. كيسكي تو دي، طبعا انا بحاول اقرا لكم الكلام ده مع ان هو كله محلول عشان نتعود ونترجم المواقف. انت بتحيي زميل في الصباح، اقول له بونجور، وممكن اقول له صالي صفا. تي صالي تون كوبان لسوار، تحيي زميلك في المساء. كيسكي تو دي، هتقول له ايه؟ بونسوار، وممكن اقول له صالي. ثلاثة، تي دي ماند عن كوبان سي نوفيل، تسأل زميل عن أخباره. كيسكي تو دي، هتقول له إيه؟ كومون فاتي، كيف حالك؟ أو كومون سافا. تي دي ماند عن كوبان سي نوفيل، تسأل زميل عن أحواله، أخباره. كيسكي دي، هيقول لك إيه؟ سافا سوبر بيان، بخير شكرا، كوم سي كوم سا، ماشي الحال. بور بروندر كونجي داناميل، كي تستأذن من صديق. كيسكي تو دي، ممكن أقول له تشاو، أوريفوار، أبلوس، أدومان. تي ديماند أ تون أمي دي إيدونتيفيي إن بيرسون، تطلب من صديق أن يعرفك بشخص. كيسكي تو دي، تقول له كي سي، من ده؟ كومون إل سابيل، ما اسمه؟ سي كي، من هذا؟ كي يس، برضه من هذا؟ سبعة، تي إيدونتيفيي إن بيرسون، تعرف شخص. كيسكي تو دي، سي نبيل أن كوبان دو تنس، نو نبيل زميل التنس. بواسي ماري، ها هي ماري، إن بوازين دو كارتيير، جارة الحي. إلصابيل كريم، اسمه كريم، أن كوبان دو ليسي، زميل الفصل أو زميل المدرسة. تي بريزونت أن كوبان، بتقدم زميل. كيسكي تو دي، بواسي توماس، ها هو توماس. جي فو بريزونت توماس أن كوبان دو باسكت. بنيجي دلوقتي على المواقف، ونخلي بالنا زي ما قلت قبل كده، بنيجي السؤال الإيميل، الإيميل عبارة عن سؤالين وعايز إجابتين. هنا الإيميل بيبدأ بصليب، أنزلها زي ما هي. بقول تي ام لو باسكت، انت بتحب السله. كومون صابيل تون كوبان دو باسكت، ما اسم زميلك في السله؟ الاجابه ايه؟ صابيل نادر. الى كيلاج، عنده كم سنه؟ الى كانزو، عنده 15 عام. ابلوس صالي، زي ما هي. كومون سافا، كيف حالك؟ اجابه سافا سوبر بيان، بخير جدا. كيل سبورتي ام، ايه الرياضه اللي انت بتحبها؟ جيم لو جودو او جيم لو فوتبول او تنس، زي ما انت عايز. ابلوس، بالنسبة لي الموضوع، بريزونت تون سيبر كوبان، قدم زميلك على النت، واذكر برينوم، اسمه وعنوان. جي ان سيبر كوبان، عندي زميل على النت اسمه جان. الى سيزون، عن 16 سنة، الي ليسين، هو طالب في الثانوي. الى بيت اليون، يسكن في مدينة ليون بفرنسا. الام لبلو، ويحب اللون الازرق. اي لو جري، واللون الاي الرمادي. وبكده أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، انتهينا من الفيديو ده، وأتمنى أن احنا نكون استفدنا من الفيديو، ولو استفدتوا طبعا ما تبخلوش عليا بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وأتمنى لكم التوفيق، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.